مر الزمان فإن إرث الثقافة والفنون العربية والعالمية ينهض من جديد بلون الحديث في مهرجان جرش الدولي، والذي أنارت شعلته للمرة 31 سماء الأردن. تخللت باحة مدينة جرش الأثرية معرض للأكلات المنزلية المصنوعة بنكهة شعبية وتراثية تتمازج مع عراقة المهرجان. يقوم برنامج إرادة من خلال التدريب ومشاريع ضبط الجودة في دعم الأسر المحتاجة والأسر اللي عندها قابلية للإنتاج لتطوير نفسها وإنتاج بضائع في تسويق هذه المنتجات لرفع سوية الفرد في المجتمع وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم. أنواع الحرف الموجودة أنواع حرف مختلفة، صناعات محلية أردنية، تبدأ بالمواد الغذائية منها المعجنات الطازجة المباشرة ومنها المجففات مثل القطين والزبيب والزعتر والأمور الأخرى. يوجد لدينا حوالي 220 مشارك في هذا العام. طبعا أكبر عدد مشاركين كان في العام الماضي بحدود 200، القبلية 180، يعني كل عام عن عام بزيد المشاركة، دلالة على أنه المنتج عليه إقبال جيد وحالة الشراء جيدة والكل يستفيد، وهذا الدخل يعني دخول جيد لهم تعينهم على حياتهم المعيشية. استمتع الحضور في الحفل الذي رفدت ترانيمه من عمق التراث العراقي، وأشاد الحاضرون بأداء المؤلف الموسيقي وعازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربة نوف عماد في تغزلهم باللحن الشجي الذي امتزج مع نسيم المساء ليغمر كل من حضر الحفل بسعادة عارمة. مشروع يوم مشرق جديد هو مشروع حديث التكوين، ارتئيت أن أقدم فيه أعمال جديدة إضافة إلى فكرة جديدة اللي هي لأول مرة راح نقدم غناء مع مطربة متميزة جدا جدا اللي هي العزيزة نوفا. حبيت أستضيفها في حفلاتي في هذه الحفلة والحفلات القادمة إن شاء الله، راح تكون ضيفة شرف ليوم مشرق جديد. يوم مشرق جديد هو يوم يعني أكيد رسالة إلى السلام، رسالة إلى التفاؤل، جايين نرسم فرحة من خلال جرش إلى كل الناس حتى نقول لهم نذكرهم بتراثنا ونذكرهم أنه إحنا مصدر فرح، إحنا مصدر محبة، وهي رسالة جميلة ننشرها للعالم لإيصال صوت الموسيقى العراقية إلى كل مكان عن طريق المحبة. فرات حسب ما أعرف بين القطع اللي مختارها هي راح تكون بيها راح يدخل الجاز، وهذا فشي كلش حلو راح يكون يعني مختلف اكيد. واتصور يعني هسه بالجيل الجديد بالوطن العربي كله يفضلون الموسيقى اللي تدخل فيها الموسيقى الجاز وغيرها من الاشياء. من هذا المكان في كل عام ينهض التاريخ من جديد في مهرجان جرش السنوي ليحاكي الحاضر بإبداعات الشباب العربي وفنهم الحديث. لبرنامج صباح العراقية، محمد العبدلي، عمان.